كلنا نعرف أنه كل جريمة قتل في لها جثث وفي لها دم. أنت مهمتك في هذه اللعبة راح تكون السيريال كلينر اللي راح تكون المنظف لهذه الجثث. العصابات راح تتصل عليك بعد ما تسوي جرائم القتل حقتها، ومهمتك أنت تروح بسيارتك إلى موقع جريمة القتل، وكان في شرطة ولا ما في شرطة ما يهمك الشيء هذا، لأنك أنت السيريال كلينر الفخم جدا اللي ما يهتم بهذه الأشياء كلها. ومهمتك أنك تروح تشيل الجثث وتخفيها وتمسح الدم وما تخلي أي آثار لجريمة القتل. يا هلا والله، مساك والله بالخير جميعا. معاكم يوسف، لعبة جديدة. لعبتنا لليوم اسمها سيريال كلينر. يمكن اللعبة فكرتها شوي غريبة، لكن هذا اللي خلاني أحبها صراحة. وزي ما اتفقنا انه اي لعبة في حياتي الطبيعية انا بقرر اني ألعبها راح أصورها لكم، بدل ما اني ألعبها كذا ويروح على الفاضي، لا راح أصورها وخلينا نلعبها سوا. اتمنى اللعبة حقت اليوم تعجبكم. واضح انه اليوم احنا راح نكون اشرار للأسف، فيلا عادي اصلا، مو دائما نكون احنا الطيبين ونكون كويسين، صح ولا لا؟ فخلونا هذه المرة نكون احنا الاشرار اللي نخفي الجثث والدم. خلونا نبدأ ان شاء الله لعبة اليوم تعجبكم. يلا نبدأ. بسم الله يا جماعة. اوكي، هذا انا، هذه سيارتي الفخمة حقتي انا. اوكي، حتى السيارة شبهها اصلا، شكلي شبهها، لابس نظارات، شعري طويل كذا. اوكي بسم الله. طيب زي ما نشوف الحين، طبعا لما اضغط سبيس يوريني الماب كامل. شوفون الجثة فوق هناك، هذيك هي الجثة اللي المفروض اني اروح اخذها، وفي حاجة تحت مكتوب عليها بيك اب، المفروض انه برضو اخذها. فخلونا ناخذ الشيء الاول. طبعا هذول الشرطة، تشوفون الشرطة، طبعا هم سبقونا للاسف في موقع الجريمة. الساعة هذه تلقاها اللي حقت واحد من الشباب في العصابات. اوه بتبيسك. اوه لما اضغط شفت يطلع لي زي المكنسة. اوكي، اللي يفشخ هنا حرف ال، ها حلو. اوكي ما لقيني. اوكي الحمد لله، الحمد لله انا قدرت افقع منهم هذه الجثة. اوكي كي تشيل. اوكي اللي يشيل الجثة كي. اوكي طيب بسم الله، انا لازم بس هو يلف عشان افقع على طول على السيارة. يا معلم الله عليك يا يوسف يا حبيبي. طبعا شلنا الساعة لأن الساعة تعتبر الدليل، يمكن تكون حقت اللي قتل، فلو لقوا الساعة راح يقدرون يجيبونه. فقعنا، هذه أول مهمة لنا يا جماعة الخير سويناها الحمد لله. بسم الله. أوكي الحين ايش حنسوي الحين؟ أوه الحين أنا في البيت حقي. أما لا تقول لي بشيل الجثة برضو هنا. أوكي هذه أمي قاعدة تكلمني. طيب أوكي هذا بيتنا، ما شاء الله والله بيتنا كبير صراحة. الجوال قاعد يدق، التليفون. الو السلام عليكم. اوكي قاعد يكلم، ما ادري مين قاعد يكلم صراحة. يا الله والله يا انه ازعاج مرة. اوكي جد وش ذا، مرة البيت ازعاج، لا اله الا الله. طب حلو، هذه الساعة، شفت الساعة؟ المفروض لو اني ذكي كان ما حطيتها في غرفتي، لانه ممكن انه لو شافوها في الغرفة حقتي على طول حيقفطوني. فيب. طب عموما الحين، او هذه الام حقتنا، السلام عليكم، كيف الحال يا ماما؟ ان شاء الله طيبه. انا قاعد اعمل في وظيفه، او وظيفه ما شريفه جدا، ولا هي حرام ولا شيء، وكلها كويس اللهم لك الحمد. فادعي لي، ادعي لي بالتوفيق والرزق الحلال. استغفر الله. اوكي خلينا نشيل الجريده. طب حلو، الان راح نروح السياره. بسم الله. اهم شيء يفحط، ما عندي اركب سياره فحط. واو شوفوا موقع الجريمه. طب عندنا هنا ثلاثة جثث، وعندنا حاجة لازم نشيلها، وعندنا مكانين عشان، ثلاثة أماكن عشان نزبن فيها فوق وتحت. فا أوكي راح أبدأ بالجثة اللي على اليسار، لأني أحس إنها سهلة موقعها، مع إنه والله صعب ما أدري كيف، لكن أحس إنه سهل إن شاء الله. يلا ما عليكم، ما عليكم. هنا عشان هايت. بسم الله خلونا نزبن يا جماعة. أوكي وين هو؟ أوكي هذاك هناك، حلو. لا 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 شوفني. الحمد لله طبعا ما شافني كويس. اوكي حلو. لا 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 جاب والله فقع راسي. اوكي حلو حلو، مره ثانيه مره ثانيه اقل، ما في مشكله. ما احتاج نزبن لانه هو غبي اصلا، ما راح يشوفنا. اول ما يلف على طول راح اسوي حركه تشكي شان. اوه لف لف، يلا حركه تشكي شان، حركه تشكي شان يا معلم. هي شيل قاع. الله عليك الله عليك يا شيخ. حلو حط الجثه. حلو اوكي حلو، الحين باقي جثتين وباقي لنا حاجه لازم نشيلها. اوكي الجثه الثانيه برضو سهله، سهله جدا. كيف 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 شوي كذا قاع. اوكي تعالي تعالي، هي هي ايه بشيلها.
شيل الجثة. اوكي لازم اروح فوق الجثة مرة عشان يشيلها. اوكي حلو، هذه الجثة الثانية خلصنا. اوكي عركة معرق استغفر الله. اوكي اوه في واحد في النص، والله اللي في النص ذاك اصعب مكان. خلينا نجي من هنا كذا. وفي زي الحزام، اوه هذا مكان مصارعة. اوكي لا لا، طبعا لما اكون برا مكان النور ما يقدر يشوفني. لا 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 يا جماعة، لما يقتلني او لما يقفطني تتغير اماكن الجثث ويطلعونها كلها. يا الله يا الموضوع والله مو سهل. اوكي 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 جثة عندنا هذيك نفس مكانها، كويس مكانها سهل هي. خلينا نروح ناخذها بسرعة. لا سيب حسنا الله ونعم الوكيل على هذا المنظف ابو كلبي. حلو منظف الجثث، حلو خلنا نشيل اللي هنا. اوكي ايش ما تشوفني، ما تشوفني ما تشوفني ما تشوفني يا احول. اوكي حلو هذه الثانية، حلو لا يا الله يا الله، لازم من ورا لازم من ورا. اوكي طيب عندنا الحين خسر كذا، هذا هذا مصيبة، هذا اللي في النص. يبغالي لما يروح هناك اروح من هناك وبعدين الف. اوكي خلاص يلا ما فهمت شيء صح. اوكي الحين راح اوريكم لحظه، بس شوفوا الحين حركه الكسار الخارقه. لحظه شوفوا كيف كذا، حلو هذا بيلف، يلا لف بسرعه. ايوه يلا 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 لا 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 هايد 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 تكفى لا تلقاني انا مش موجود. الحمد لله ما لقيني الحمد لله. حلو اطلع. لا لا كيف 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 هذا ليش يشوفني برضه. اوكي تكفى لا ترجع على وراء. اوكي يا ليل يا ليل يا ليل والله ما راح اطقطق، راح يطلعون ام الجثث كلها. حلو اخذت الحزام، كويس كويس اخذت الدليل الاول. هنحطه في ما يحتاج احطه. اوكي اوكي صح ما يحتاج. في مكان هناك يبغالي ازبن فيه فوق جوا، صراحة احس انه افضل مكان للاختباء اللي هو الكرتون اللي فوق، بس خليه. اوكي 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 يوسف يوسف انا اتورى انا العشرت 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 يا جماعة. طلعوا لي اللي في النص، الحزام صار مكانه صعب. اوكي اوكي احس انه هذا افضل سيناريو لي، اخر فرصة افضل سيناريو صراحة هذا احس. يلا الجثة الأولى يا حبيبي، حلو. نحط السيارة، بعدين عندنا هناك، أوكي. ما يمديني أشيل جثتين في نفس الوقت صح؟ ما أتوقع، ما أبغى أغامر صراحة علشان لا أروح فيها. تعال يا حبيبي تعال 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 تعال. أوكي الحمد لله كنت بنقفط لك الحمد لله، قال لي. يعني اني كنت بقفطك. المشكلة ايش؟ انك ما تعرف وين اتجاهاتهم، اطلع من الغرفة. المشكلة انك ما تعرف وين بيتجه بالكشاف اللي بعدها. حلو حلو خلصنا الجثث كلها، باقي عندنا الحزام. اوكي. ايش احسن طريقة عشان ناخذ الحزام؟ هي لا يشوفني ذا بس سر امه يا ورق. اوكي. افضل طريقة، سبحان الله صار الحين يدخل الغرفة الثانية ها؟ صار الحين كله بالثنين في نفس الغرفة، واو. طيب افضل طريقة عشان ناخذ الحزام، خلي ذاك يروح يسار، حلو، بعدين انا اخش. ايش في امه ذا ما يدخل؟ ماني فاهم. اي اوكي من هنا. بعدين ندخل هنا نسبن. دقيقة ابغى اشوف هذا وين بيروح. بيلف يسار صح؟ لا 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 تطلع لا تطلع لا تطلع لا تطلع لا تطلع لا تطلع. ما راح اطلع. راح اطول عشان بس على الاقل اعرف مسار التوجه حقهم فين. حلو ولا راح اطلع ابدا، مستحيل اطلع. اصبر شوف هذول الشرطه شكلهم توأم مش فهم بعض. اوكي حلو حلو الحين راح يمشي صح، حلو ياخذ لفه. حلو اوكي انا اخذته. لا 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 شلون شلون ماني فاهم والله. الافقع ربي اللي احطه في السياره ولا افقع.
حبيبي افقع افقع يا حبيبي. ايوه استغفر الله العظيم والله لو انه قفطني يا جماعه على انقهر قسم بالله. هذا ايش وضعه ذا؟ ياخذ الاشياء والادله ويحطها على الرفوف عده كانه قاعد يجمع ميداليات. اوكي خلينا نروح المهمه اللي بعدها على السريع. يا ليل امي قاعده تهرج معايا. طيب يا امي انا بروح اشيل جثث يا امي ماني فاضي. اوكي عندنا زبون جديد ولا راح اروح اطفي اي شيء راح اروح على طول على السياره يا معلم. انا مشغول. ما يمديني لازم اسوي. يا الله يلا لازم اسوي هذا كل شي كل شي كل يوم هذا الشيء. عز الله شوف كيف سبحان الله يعني شوف كيف وظيفته شرانيه جدا ولكن مع ذلك سبحان الله ما يبان عليه يعني سبحان الله. تعال يا امي قبلة الوداع الى اللقاء. دعيلي بالتوفيق بروح اطلب الرزق. الحين بدي انا اركب السياره. يلا مين هذا؟ هذا تحفه يا بسم الله. عندنا الحين ايوه الحين عندنا تنظيف دم يا جماعه. شوفوا على كلمه شفت. اوكي حلو الحين صارت اصعب لانه صار عندنا تنظيف دم. اوكي زي ما تشوفوا فوق في زي النسبه تجيك انه نظفت في الدم كم هو من 60 وعندنا حبتين بودي وعندنا اثنين ادله. اوكي يلا حبتين استغفر الله العظيم. عندنا جثتين يعني هذا مكان حق اختباء. يخرب بيته على طول شافني كذا ايش معاه؟ شكله موظف جديد هذا متحمس. طيب المفروض يشكروني والله قاعد انظف لهم. واو والله الدم هنا مره كثير شكله صارت مجزره يا جماعه. والله شكله صارت مجزره. اوه في سنجاب هنا. طيب اوكي خلنا يوسف ركز في لا ما في احد سر امه. ما في احد سنجاب والله السنجاب راسه اكبر من جسمي يا شيخ. اوكي كويس ما قفطنا الحمد لله. يا الله ارحمني يا ربي. لا 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 لا, لا. والله لا افقع منهم. ما مكتوب ما اقدر افقع صح؟ اوكي والله فقعت شيل هذا على الطاير يا معلم. والله بديني افقع والله فقعت منهم والله انه مخبيا. طيب لا 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 والله اعطاني واحده كذا على راسي. طيب اوكي الحين حنركز والله حركز المره هذه راح ايش؟ راح اخش ستيلث. خلنا نطفي الدم ذا اللي عند السياره اول. حلو لا 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 هل يعقل انه راح يدخل جوا؟ لا ما اظن يدخل صح؟ ما اظن يقدر يدخل جوا. اوكي ها حبيبي ما في احد تتهيأ تتوهم ما في احد. اوكي حلو اطلع هذا ايفيدنس صح؟ شي مسدس هذا. لا 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 ادخل يا رب ما يكفطني. والله غبي دخلت جوا قدامه ما شافني ما قال شيء. اوكي طلعنا اتشيفمنت يا جماعه. اوكي حلو اوكي صح الادله ما يحتاج اروح ارجعها صح نسيت انا. طيب خلينا نشوف اول شيء اماكن هايد. اوكي حلو طيب هل يمديني اختبئ معايا جثه ولا لا؟ ما ادري صراحه لكن خلينا نجرب. انا راح اطلع من هناك لا راح اروح من تحت صراحه من تحت احسن من هنا اريح. بس المشكله عندي الدم صح يا الله صح 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 والله الدم هو الغثى يا الله. طيب ما في مشكلة خلينا بس ايش يا ليل كلهم عند البيت هذا عندي خير. لا تفضلوا ادخلوا معايا احسن. اوكي بعدين فجأة كلهم يروحون. طيب حلو يا الله لا معقولة دخلت قدامه ولا يقول شيء. اوكي هل يسمع صوت المكنسة يعني يخليه يلف على طول؟ يا الله يا اخي انقلع خلينا ننظف دم يا اخي خلينا اخلص المهمة حقتي. بسرعة نظف الدم. جو. هلا والله الله يحييهم. ما في احد. تتهيئون.
يلا يا جماعة، يلا 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 يلا. حلو. يا الله، سبحان الله، لف كذا من غير أي سبب فجأة، لا صوت بك، لا صوت شكل، ها؟ على طول كذا، خير؟ يلا أبوي سري سري، خلاص روح روح فوق روح فوق. والله راح أنتظر لين يروح. المصيبة في اللي تحت يا جماعة، شوفوا اللي على السجادة تحت، واقف على نفس السجادة ما غير يلف يمين يسار، ما أدري هذا كيف راح أسوي معاه صراحة. شوفوا الدم يا جماعة، 26 بس، 26 من 60، يعني لسه ما سويت حاجة أصلا. يبي يقل الدم آخر شيء، خلينا نروح نخلص الأشياء الباقية على الأقل. هذا بيلف هنا بيلف هنا بيلف هنا. والله لا أفقع، والله لا أفقع، ما راح تمسكوني أبدا، راح أخش هنا قدامكم. ها يفوزون بأكثر شرطة ما يشوفون في الدنيا. تخبيت قدامك يا لحزي. والله الجثث، لا إله إلا الله، والله الجثث مرة ذي شكله تقطع تقطيع، لا إله إلا الله، وش ذا؟ طيب عندي كمان مكان هاي تحت، حلو حلو حلو. نظف يا نظف، انا مش هنا يلف الغباط. طيب استغفر الله، بس والله صعبه صعبه الفكره، لو ما في كذا والله كان اظن انه صعب مره الموضوع انك تقدر تسويه. يلا بالحلال نروح ننظف لكم الدم. شوف كيف سبحان الله فجأة على طول كذا يلف. اوكي حلو حلو حلو. خير 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 خير، جاء لين هنا خير، اول ما كان يجي هنا اصلا. اوكي نعم خير، ايش فيش تبغون؟ ايش تشوف من ورا السيارة انت ولا ايش؟ ماني فاهم. خلنا نجرب خلنا نجرب، هل اقدر اتخبى فيها هنا ولا لا؟ لازم ترميها وتتخبى. اوكي هذا افضل مكان انك تجي منه صراحة. هنا من هنا كذا حبيبي، جيب الجثة. والله مستر سنجوب، خليني اتخبى هنا لحظة الحين، شوف هم وين. حلو 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 حلو، احسن وقت الحين. يلا 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 سرعة سرعة سرعة. ايوه ايوه. لا لا لا، اوه والله كان بيقفطني. اوكي هذه الجثة الأولى، خلاص كم بقي؟ بقينا جثة واحدة بس. اوكي حلو. يا ليل يا ليل، خير يا حبيبي خير. حلو. لا 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 لا، اوكي كم بيقفطوني؟ قلت لكم كلهم صاروا عندي يا رب. قلت لكم لازم الدم اللي هناك هذاك لازم فيه له اكشن، والله مستحيل يخليني اشيله كذا. لف من ورا كذا بس بشوف حيلف علينا هذا ولا ايش وضعه. ايوه ايوه حيجي حيجي. اوكي شاف كيس الزباله، لا ما يقول شيء صح؟ ما يقول شيء. لا حد يا جماعة ما قال شيء. اوكي كويس. اوكي اوكي يلا. روح روح هناك هناك في سنجاب هناك بيقطف. المدير كفو كفو كفو. هذا الكلام ولا بلاش. خلاص ما عاد بقينا شيء. اوه خلاص خلصت؟ اوه خلاص مو لازم اسوي الدم كله حبيبي، مع السلامة يا شيخ. ايوه من اول. يا جماعة الخير كذا كسرت المقطع، اتمنى مقطع اليوم عجبكم واتمنى لعبة اليوم عجبتكم. لو تبغون نكمل اللعبة او نحط منها جزء ثاني حطوا لايك واكتبوا في الكومنتات عشان اعرف، ولو عندكم اقتراح للعبة معينة نفسكم ان نلعبها اكتبوا في الكومنتات، وراح اشوف الالعاب ان شاء الله واشوف اي لعبة حلوة وراح العبها معكم باذن الله. اتمنى مقطع اليوم عجبكم، لا تحطون اللايك. هذا كان عندي، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. معكم يوسف، السلام عليكم.